طيب دكتور، احنا يعني فصل الصيف وهذا الحر الحقيقة اللي يعني الحقيقي. الحقيقي، ويعني خاصة الليل يجوز قصير فالسهر دا يصير هواية. يعني نصيحتك خلال هذا فصل الصيف شلون نغير نمط هذه الحياة او هذا اي لين ما الصيف؟ اي نعم والله، هي الصيف يعني الصيف، نهاره طويل نعم ومعاش فقير يسمونه. اي اي نعم يعني التهب شيء زين، يعني التهب شيء يعني يقدر واحد يلتهي بشيء مفيد، سواء مطالعه، سواء قراءه، سواء انه حرفه يقدر يجيبها للبيت. هو وقته محسوب علينا هذا. يعني ابسط شيء، انت الام او الاخوت او الشباب دول بالمدرسه هسه، يعني واحد يجيب تراب وبذور وسندانات، يقدر يعني من هذا الشيء البسيط يزرع ويخضرن هاي البذور ويبيعها، يخليها قدام الحوش مالتهم بالبيت مالتهم وبنص السعر يعني، ويربح بيها. يعني هذا الوقت هو وقت ثمين، العالم والله يحسبون الدقيق حساب، احنا الوقت مالتنا مبذر للأسف. هذا واحد. اثنين، الليل ضروري انه ننام احنا، يعني الليل كلش مهم انه ننام. صحيح ونسوي حلو ليل الصيف حلو، صحيح زين، فحتى من نزور بعض من همي نقول لهم واحد من رخصتكم يعني همي الساعه 12 صارت كافي، خلوا نروح ننام همي زين. هذا ضروري انه نوم الليل ويستغل النهار، يستغل. ويا ريت من قناتكم الاهل يعني المتمكنين اللي يحبون يستثمرون، جيبوا مصانع يعني منزليه للناس، جيبوا مصانع، الناس يدورون شغل، شبابنا يدورون شغل، جيبوا مصنع صغير يقدر يسوي بغرفته ويصنع فد حاجة، يعني ألعاب أطفال، بطارية، يعني فد أشياء. الصين ترى هكذا، هم يصنعون بالبيت ويجي يجمعهم التاجر ويبيعهم. إحنا ليش نجيبهم من الصين؟ سوونا معامل هنا، خلينا نتغير بهذا الشيء. تمام دكتور. يعني حضرتك عشت بأوروبا وشفت أنه التغيير ممكن يكون، خلينا نقول من الصغر او من الـ من 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 الاطفال، يبدي من الاطفال. فاحنا نقدر احنا بدايتنا من كل واحد نقدر ان يعني من الصغر نعلمهم على شيء او نمط صحي. نعم طبعا، صعب تعلم طفل وانت تسوي غلط. ايوه يعني لازم، عفوا انا عندي نص دقيقه فاريد نصيحتك بهذا الموضوع. من العائله كلها بجميع افرادها تغير نفسها الى الصحيح، ومو صعب. اخذ اليوم وغير حالك، اطرد الشيء المو زين وشنو الزين سوي، ودوره سلامه قلبك، رياضه ما تحتاج تروح جيم، بالبيت تقدر تسويها موجوده، وكلكم ورده والله يحفظكم. دكتور دكتور، سؤال من الفيس يقول لك التشيك الدوري تنصح بيه لو لا؟ اي اللي عمره 50 سنه وفوق، احنا بالسويد 60 سنه بالسويد، بس على العراق نقول 50 سنه، لا يروح للمختبر قبل، يروح يسوي لي تحاليل ما كلها داعي، ومو التحاليل تكشف امراض، مرات التحاليل ما تكشف امراض، يمكن العلامات او الفحص الضغط او فحص لا. انا انصح سنويا المفروض مره بالحياه يراجع طبيب العائله او طبيب حسب هو اللي يختار اللي يرتاح له، ان يسوي له تشيك سنوي لو حتى مو مريض ما عنده امراض لتجنبها. نعم دكتور، نصيحتك في دقيقتين كلمتين. نصيحتي شغلتين. نعم. شوفوا اخواني اخيره، انا اتمنى كل انسان يعيش شغلتين، هي قناعه، القناعه مهمه، الانسان يكون قنوع في حياته وعنده ايمان بالقدر والقضاء، هذا راح تخلي الانسان يعيش هاي الحياه ويرفع الستريس الموجود في حياته. لان اغلب الناس هسه خايفين من المستقبل، خايفين ماذا يحدث، انا اركض الم فلوس على مود اطفالي. خليك قنوع وأؤمن الله هذا يعيشهم أولادكم، ولا تعيشون ستريس هذا، والله يخليكم كلكم وردة ويحفظكم. الله يحفظك.